السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه الثالثه من لعبه كين بريدج اوف سبيريتس. ولدكم نبدا ضغط زر لايك وسبسكرايب، وشكرا شكرا شكرا لكم من كل قلبي على دعمكم بالحلقات الماضيه. الله يعطيكم العافيه، يعني صراحه دعمكم جدا جميل، فمن كل قلبي شكرا لكم، اتمنى توصلوا دعمكم. وخلونا الحين نكمل باللعبه الجميله جدا ذي. بسم الله. اوكي يا اخوان، خلونا الحين نكمل اخر مره. وقفنا هنا فتحنا اللي هو البوابه ذي حقت الكف ذا، واخذنا صراحه زي القدره جديده، اظن حاجه زي كذا، اظن كان اسمها فود اوفرنج، يعني نقدم الطعام. صراحه ما ادري كيف راح تساعدنا. فخلونا الحين نشوف بس الخريطه. اوبن ذا باث يقول لي لازم نفتح اللي هو الطريق. عارفين كيف، فبالبدايه لازم نروح هنا. اعتقد بدنا نسوي سور سريع. لا والله مكان ما هو مره بعيد، خلونا نروح مشي. يعني في كيف خريطة ما هي مرة كبيرة، فخلاص خلونا نروح. الحلقة الماضية عارفين كان عندنا زي الغاز حقت الشراينج اللي كانت بالخريطة الأربعة، صراحة ما كانت سهلة، طولت فيها يعني بشكل كبير، بدأت اللغز هذا اللي هنا حق الشمعات عارفين كيف، لكن الحمد لله يعني جبناها. يعني صراحة اللعبة اللي تشوفوها كذا كيف ممكن واحد يقعد يزد اللعبه كانها لعبه اطفال؟ صدقوني شباب ابدا ما هي لعبه اطفال، يعني الغاز جدا صعبه صراحه. اوكي ادري هنا الله زعيم، طيب خلنا نرجع لورا ورويك. جاب الفزعه، يا ساتر. خلوا بدا يقتل ذولي عارفين، خلوا الزعيم يجي علي هنا. اوكي يلا طيب، هذا اللي قاعد يجيبه علي. اوكي وقفته، انا بشوف نقطة ضعفه فينها. مرة ما ادري وقت اسوي شيء. ودي كذا فيه نايس، وصل الضرب كبير. يعني الحلقة الماضية اتذكر الضربة دي كيف جبتها، بس لكن ما كنت عارف استخدمها زين. فين فالحين شايفين كيف استخدمتها صراحه، يعني ما شاء الله ضرر تسويه والله مره كبير، اعتقد راح انهي، بس خلينا نجرب كذا ان شاء الله. فيه حلو والله، نهته كفو، والله رهيبه صراحه ان شاء الله الضرر تسويه، عارف كيف مره كبير، يعني اسرع زعيم نهايته. I don't know what corruption waits for you in the lantern cave, but I suspect Taro's spirit will fight to the end. طيب خلينا ندخل هنا. قال لي انه تورو سبيريت راح نلاقيها بالنهاية، في نهاية الطريق ذا. تورو ذا جماعة الخير لنا أكثر من حلقة قاعدين نبحث عنه، من بداية اللعبة قاعدين نبحث عنه. تورو يصير الأخوان ذولك الاثنين الصغار، يصير هو أخوهم الكبير. فا عارفين كيف كلفوني من بداية اللعبة، قالوا الكين إنه لازم تنقذين أخونا، فإحنا دحين لنا أكثر من حلقة نحاول ننقذه، فإن شاء الله. ما ادري يعني ممكن بالحلقه دي راح ننقذه، ممكن نهايه اللعب والله ما ادري. بس صراحه والله يا جماعه الخير يعني شكرا لكم، والله شكرا لكم من كل قلبي والله على دعمكم بالحلقات الماضيه. يعني صراحه دعمكم بالسلسله دي جدا جميل، يعني تعليقاتكم الايجابيه ولايكاتكم والله من كل قلبي شكرا لكم. احنا خلونا فين تحت طريق من هنا. نايس نايس، بس خلينا نشوف هنا في شيء، اعتقد فيه. اوكي ان شاء الله واحد بالروت. طيب خلينا نشوف، هذه دائما الاشياء اللي زي كذا هذه معناته انها ذكرى عارفين. ذكرى اعتقد تخص اللي هو التورو، يعني دحين راح نشوف شيء عن تورو. والله نفسي اروح اشوف هناك ايش فيه، بس خلينا نشوف ايش فيه. بعد احنا عندنا كاتسين عرض، خلينا نشوف.
طيب خلونا نكمل دحين وخلونا نشوف ال... بالله خلونا بس نشوف الابجريد. كم معنا ما شاء الله 250. والله الجوست صراحة انا شايفين الضربة اللي استخدمتها مع الزعيم، يعني شفتوا كيف الجوست صراحة افضل شيء باللعبة، مرة رهيب. المهارة دي تخليني اعتقد لما اطلق على واحد عارفين يعني يطير بالجو اكثر من سهم، فاتوقع انها مهارة حلوة. المهارة دي باين تخلي الاسهم اكثر، برضو دي رهيبة صراحة. انا راح اركز على القسم حق ال... حق ال... حق الجوست بشكل اكبر. القسم الصد ده عارفين كيف، والله ما ادري ما استخدم انا الصد بشكل كبير. فزي ما اقول لكم راح اركز على الجوست، كل باقي مهارتين ان شاء الله راح اجيبها بعدها، راح اركز على القسم ده. راح اشوف كيف، بس لكن بالبدايه راح عارفين اجيب مهارات الجوست كلها. انا مصير ان شاء الله راح اجيبها كلها، يعني صراحه لعبه والله جدا جدا جميله. تاخذ الطريق من وراه بس خلينا نشوف هنا. تبي اكمل عليه هنا. فدحين يا شباب انا بالمستوى الثالث، والله ما ادري اعلى مستوى باللعبة كم، فعشان اوصل المستوى الرابع اعتقد بقي لي تخيلوا زي 20 من الروت. وبس بالله خلوني اوريكم انا صراحة اللعبة يعني لساتها قاعد اتعلم عليها. لو تشوفوا المنطقة اللي احنا فيها اعلى اقصى شيء يعني على اليمين عارفين كيف، مكتوب ان الروت جبت 5 من 14، والهاتس اللي هي القبعات 1 من 6. والله القبعات ما تهمني مره، السبيريت والاشياء دي والله ما ادري ايش تطلع، اكثر شيء يهمني الروت. تخيلوا هنا في 14 بالمنطقه دي عارفين كيف، وهنا في 24 ما جبت ولا واحد، ما ادري انا الجهه دي لسه ما رحتها. فان شاء الله دحين راح تشوفون يعني احاول بشكل اكبر اني ما افوت فين ولا واحد من الروت، عشان صراحه طلعوا جدا مهمين، يعني الليفل حقك يصير اعلى وال كيف. كيف اوصل هناك انا؟ الليفل يصير اعلى وتصير اقوى، يعني جدا جدا مهمة صراحة. والله ما ادري كيف يا جماعة الخير اوصل هنا. ترى في شيء كان بدنا نطلق عليه. اوه خلونا نجيب ذا. اوكي اللي يزحف ذاك صراحة ما ادري كيف اجيبه، هو باين عارفين كيف انه اجيب هذاك اللي يزحف عارفين كيف زي الموية كذا اتحكم فيه واخليه يحطم لي هذا اللي هنا شايفين ورا الاشياء ذي عارفين في شيء نقدر نستخدمه. ممكن اوسع لنا الطريق من هنا بس لكن صراحة يعني لازم زي ما تقولوا اشحن اظن شيء زي كذا. وبان هذه لازم اطلق عليها. اوكي خلونا نبدا بدي. اخيرة. ولا ما صار شيء. كيف كذا؟ خلينا نجرب الحين. نشوف ايش عندنا هنا. اوكي كنت شيله اعتقد لازم اجيبه هنا يصير كذا عارفين خلاص يطلع، يعني سوينا زي الزرع تقريبا كذا خلاص بدنا نطلع الكائن ده. نايس اخيرا نجيبه حطنا دي. جينا نشوف ايش فيه. يا سلام احنا الهيلث راح يصير اطول. فين ذكروني بلعبة تفكرين جوست اوف سوشيما، بعض الاشياء الجانبية تسويها شوي الهيلث حقك يصير اطول، صراحة شيء مرة حلو. ما اعتقد بدنا ننزل من هنا. نجيبه كمان اعتقد عشان نحط من الجهه دي كمان اللي هنا نوسع لنا الطريق عارفين كيف. انا مو ذا اللي ابغى اسويه. نرجع لهنا ان شاء
اشياء واضح بدنا نعدي كده. اوكي وحده كمان بطل نايس. خلاص اشياء واضح بدنا نعدي. والله صراحة المهارة الجديدة اللي فتحناها حق ترسم ما ادري كيف يعني راح. اوكي اكيد راح تنهي. ان شاء الله قتلناهم كلهم. فترة قاعدة حلو حلو هنجيبه دحين. مش نحطه من الجهة دي اللي هنا. اللي بعده كمان. كنا نجي كذا شو؟ الجهة دي ما قد جيتها. اقتلوا الحوش اللي هنا. تبي عارفين لو وقفت هنا بزياده كيف هنا على طول تموت فلازم تنتبه. يا سلام خلاص حررنا جهدي الحمد لله. اعتقد الطريق على تحت بس خلينا نشوف ايش فيه. ايوه نفسها الجهه اللي هنا في ورا دي نفس اللي كنا فيها. خلاص هنجينا اول ما في شيء نكمل نحط طريقنا تحت. اعتقد احنا عندنا زعيم ممكن والله ما ادري. ناخذ الاشياء اللي هنا. اعتقد مشين صح خش بالخريطة وخلاص. ما ادري راح نلاقي تورو ان شاء الله نلاقي. يعني احنا بديت اللعب واحنا ندور عنه ممكن راح نلاقيه هنا. يا ساتر الزعيم صراحة اول مرة اشوف زعيم لاصقة فيه. عارفين الورد هذا اللي ورا وانتبهيه. خلنا نقتلهم وناخذ المشاة دي. طب خلنا نركز على الزعيم. هديه هديه نايس الحمد لله سنادرة. ما ادري تطلق عليها. اعتقد تطلق عليها. خلنا نجيب من هنا. طب خلنا نحاول من جديد. صراحة ما راح تكون سهلة. ما ادري طلقت عليه اتوقع يموت. خذ اكتب اللي حوله بالبداية. صراحة الوردة ما ادري كيف يعني فجأة انفتحت. يا ساتر هو سوى شيء والله ما ادري شو هو وممكن انا سويته فخلاني اقدر اطلق عليها. يا لطيف اتوقع لازم يصير ضرر. ايه يصير ضرر وتسوي له ضرر خلاص يصير ورده بدنا اطلق عليها. والله ما ادري فين اختفى. طب جا يا ساتر هي نايس الحمد لله طلقنا عليها ونهيه. يا سلام من هنا الحمد لله.
طيب يقول فري تورو يعني حرر تورو، وجهتنا قدرة جديدة اعتقد بالقناع. اشوف القناع كيف صار وضعه صراحة زي ما هو، وبانه لسه كيف لازم نسوي فيه شيء. نشوف ايش فيه، ممكن واحد من الروت. اصلا ما اظن بدنا نرجع لورا، بس خلينا نشوف. لا والله مداني. يلا خلاص ما في شيء هنا، خمسة دم من فوق هذي. في لازم اطلق عليها، والله ما ادري. خلاص خلاص خلينا نطلع من هنا. والله البوابة دي انا ما شايف اي شيء يعني، خلينا نقدر نفتحها. يعني الطريق الوحيد اللي شايفه على ورا، اتوقع لازم ارجع لورا. يعني زي ما انتم شايفين هنا خلاص ما في شيء. الزعيم الحمد لله قضينا عليه، جدا حلو صراحه قتل الزعماء باللعبه دي. كيف له اللي صعب مره وله اللي سهل مره، شيء صراحه جدا حلو. يعني انا وليا عارفين كيف اكثر من حلقه اقول اللعبه تجيب شبه من God of War في من ناحيه الوحوش والغاز. عالم اللعبة عارفين كيف يجيب شبه صراحة من God of War. خل نشوف هنا. والله ممكن اجيبها معايا، اجرب اجيبها معايا. اعتذر ممكن ذا الحل، ممكن احطه هنا. اعتقد احطه هنا يشبهنا. يا سلام هذا هو الحل، هذه الاولى. لطيف اكثر من واحده، لازم بسرعه. هي باقي الاخيره بس ان شاء الله لاحق. ساتر الطريق من اول زي كذا طويل. اوكي لسه فيه، تمزح انت. خلاص بلا قولي جات هنا. انتبه 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 انتبه، والله كثير. يا سلام اطق على الخيره. نايس، خلينا الحين نحطم الورده دي ونحرر خلاص الروح الشريره. Bring the relics to the fallen tree. It's time to help Taro find peace. أشوف. يقول free Taro use the roots to free Taro. بس خلينا نشوف المكان. قول له هالمكان ابغى اروح بعيد. بس بدال اسوي سفر سريع. قلنا بس اخذ الصندوق اللي هنا. قبعة جديدة للروت. طيب حقت سفر سريع من هنا. كيف خلونا نروح نسوي سفر سريع. وش اسمه، روح خلاص المكان المطلوب. اعتقد هنا بس خلنا ناخذ الصناديق دي. ايوه من هنا اقرب. عارفين كيف خلاص يصير نروح سيدا المكان اللي نبغاه. ان شاء الله خلاص دحين يعني حرر اللي هو
تورو خلاص الشركة سنة مطلوب انقذنا يعني اخوهم فين كيف نجي بطلع هنا في الصندوق بس ما ادري كيف خلاص خلاص خلنا نكمل صندوق يعني فين كيف لا اكثر ولا اقل اروح الطريق من هنا يعني هو الصناديق عارفين دائما تديك الاشياء دي عارفين اللي دوبي اخذتها يعني والاشياء دي كل ما بدك تشتري فيها من اللي فهمت من اللعبة الى الان اللي هي القبعات حقت الروت صراحة ما اشوف منها فايدة كبيرة اعتقد ماشي صح انا وسيدة نرجع لهنا فين كيف اول كنا نحاول نجي هنا كان ناقص شيء اتوقع خلاص راح اجيب كل شيء نشوف ساتر ترو قلب زعيم وتقريبا زي الروح الشريره كذا اوه يا ساتر شو زي الروح الشريره كذا يعني سكته صار زعيم روح اطلق عليه بكره عشان نجيب الضربه حقت السهم الجامده ذيك اوكي صدق نشوف الضربه اللي دحين فيه يا سلام شوف الضرر قديش ما شاء الله بروح دي تبي يا ساتر ما ادري صراحه الاشياء دي اللي على شيء لطيف انفجر كمان مره ما يمزح بدي كذا والله ما شاء الله الضربة دي تسوي ضرب كبير. والله ما ادري ايش بيلف الحين. الحمد لله والله كان قريب مسكني. يا سلام الدوه. دكتور لازم انتبه. اوه الحمد لله ما مسكني. اوكي خلو يهدي بس ان شاء الله دي راح تنهي يا سلام على الضربة بنرجع لورا رهيب صراحة الزعيم ان شاء الله راح نقدر عليه ان شاء الله دي راح تنهيه الحمد لله انا هنا ماشي تقول لي فس الثاني دحين الله يستر ايوه هو كان يقول لي حرر تورو عن طريق الروت شايفين الروت قاعد تحرره
ممكن بس ارجع لورا. ما ادري لازم اسوي شيء ولا كيف. كنا حنوديه ما ادري صراحة ما قد تصير شيء. كيف في شيء لازم نسويه؟ وممكن تحريره يعني ياخذ وقت. والله صراحة ما ادري. كيف كذا؟ طيب ايش لازم نسويه؟ اخيرا هذا هو، راح نشوفه. The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest. Walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. But something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. It happened the next morning. Explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Oh no! No! Benny! Saya! It lasted for days.
I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. اوكي شباب، كده وصلنا نهاية حلقتنا. يقول لي اونر تورو، يعني لازم زي ما تقولوا يعني نبارك له كده، حاجة زي كده، عارفين كيف، انه يعني خلاص حررناه. فان شاء الله راح نكمل الحلقة القادمة. كده وصلنا نهاية حلقتنا دي. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. اتمنى انه الحلقة نالت اعجابكم. اذا نالت اعجابكم لا تنسوا تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وانا باذن الله اشوفكم في الحلقات القادمة. في امان الله.